cameras out. Get your flash right. Now I'ma pose for you. Take your cameras. It should cost a billion to look this good. Oh yeah. But she make it look easy cause she got it. Check. It should cost a billion. Excited for this shoot? I can't wait for you guys to see the pictures. Cannot wait. Makeup, hair, everything's beautiful. You want both on that side or one on each side? On each side. Chef, he's squeezing me so hard. And we're done. Thank you so much. You have the most beautiful snakes. Thank you. So beautiful. Had a successful shoot today. Yes. I'm so excited to see the result and everyone see the photos. Looking forward to seeing the finished product. اكتشفت ان كل متابعيني يخافون من الثعابين. مو معقول يعني انا الوحيده اللي اخاف ما اخاف منهم. فصدق مره ما كنت خليني اوريكم التعليقات استنى. اوكي قلت لكم انه انا ما اخاف من الثعابين، يعني بالنسبه لي الثعابين اشكالها حتى اللي كنت قاعد اصور معهم امس، يعني لما تشوفون سبحان الله شلون مع الاضاءه شلون تتغير الوانه وما ادري كذا، تحسون تحفه فنيه عرفتوا؟ يعني مره يجننون شكلهم ما شاء الله تبارك الله، يعني مره كان الوان متموج. اوكي على الثعبان اللون ابيض، اوكي؟ اول اوتفيت شفت ثعبان ابيض فراح على بالي ثعبان صغير. لما جيت لبست الاوتفيت الابيض الا اشوف ثعبان وش كبره. عرفت يعني انا انصدمت يعني لا مش للدرجات يعني الثعبان اكبر مني عرفتوا؟ المهم قاعد يقول لي لما جاي يحط علي قال انتبهي ترى مره ثقيل وما ادري ايش. كان ثقيل يعني شايله وزن عرفتوا؟ بس يعني كان حليل الا يبغى يمشي على الجدار ابلشني يا اخي حط راسك هنا خلينا نصور ونخلص من الجلسه. شيء الثعبان يعض ما يقرص يعني مو ناموسه هو. ثاني شيء اكيد كلهم مشيوا السم منهم وما في احد يعني انا كنت خايفه في بعض الاشياء كانت تخوفني لانه الملابس شوي كانت كبيره فحاطين لي كلبس يعني عشان يمسكون الملابس من ورا عشان تصير على مقاسي فحاطين لي كلبس. فلما كان يلف حول خصري خفت يجرحه فيسوي ردة فعل، فكل شوي اقول لهم عادي انه لك لبسه عرفتوا اللي كذا بس انه ما ابغى يسوي اي ردة فعل، يعني هذا اللي في مخي بس انه ما ابغى يسوي ردة فعل عادي اصور معاك وكل شيء بس لا تعظمي. والله انهم حلالين ما عذبوني يعني. الوحيد مين الوحيد اللي عذبني؟ دقيقة في واحد جنني. واحد من اللي لونه ابيض وبني الصغير. نبغى راسه قدام الا يحط راسه ورا يا ابن الحلال. وشفتوا اصلا في حطت لك المقطع لما حطه هنا قام طاح يوم طاح مني خفت انه ينجن انه يصير في شيء ما ادري ايش بسوي فكذا انصدمت تجبصت بمكاني. ماني مصدقه متى اوريكم الصور والفيديوهات. تموت 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 تنفع تنحط
على أكبر مجلات في العالم من كثر ما هي تموت. يعني كل الكومنتات كلهم جالسين، حتى العيال جالسين على أعصابهم. أقول يعني مو معقول، عرفنا البنات يخافون بس مو العيال. لا يعني أثقل شوي. يعني كل يا بعد سبتهم زين. أهم شيء إنه شو اسمه عجبتكم الفيديوهات وعجبتكم اللوكات. قلت لكم إنه الجلسة التصوير هذه out of the box، يعني مو أنا، يعني لا شعري لا طريقة ميك أبي ولا شيء. تعبان أصفر خنقني، بس إنه عادي يعني أول ما أوخر يوخر، عرفتوا يعني هو ما قاعد يعصرني عشان يعني يبغى يأكلني أو شيء، لأنه قاعد يتحرك بس في العضلة حقته تمسك نفسها، عرفتوا؟ فتمسك برقبتي ما لك. لا وحطوا بعد حول خصري حموت. بس مرة انبسطت بجلسة التصوير، يعني كانت غير. الحمد لله إنه الجيم فاضي. الزبدة حطوا حول خصري وفي الكلبسة قلت لكم، فهو يعصر ويتحرك والكلبسة تدخل بظهري. أي جلسة التصوير أسويها صور أنزلها في الانستغرام، عرفتوا لما تنزل. فأنت شكلك مو متابع انستغرام، أي شيء تبين تشوفينه بتشوفينه في الانستغرام. ما حنزل سناب صور، يعني سناب حق فيديوهات. شو اسمه؟ في كثير شفت أسئلة يقولون غريبة منك لكن اليوم مرة متقرفة ومتقززة من البراس اللي دابت. وش اسمه؟ اللزرد. وش اسمه؟ مو الحرباية، ما وش اسمه ايه؟ وعادي تمسكين تعبين. أنا أقرف من الحرباية والبراس والحرباية، أي شيء كذا شكل وزغة أقرف منها، تقرفني. بس التعبين لا عادي، عرفتوا؟ وبعدين أمس اكتشفت إنه التعبان وجهنا الحرباية، فجاني كذا لحظة تقزز. بس بعدين يعني حاولت اني كذا امسح الفكرة من راسي عشان اكمل التصوير. شوف انا توقعت في كثير ناس انه عادي عندهم، بس بعد جلسة التصوير وبعد ما قريت الكومنتات عرفت انه شكلي انا البنت الوحيدة اللي عادي تمسك فاير. بس استغفر الله، طبعا شفت كومنتات كثير من هالنوعية. طبعا بغطي اسمها عشان عمتها ما تكفطها. والله بتتبرى منك عمتك. شفت اللي لونه اسود؟ اللونه اسود مع الاضاءة، سبحان الله اللون كذا ميتاليك، عرفتوا؟ اذا تقدرون تشوفوا كحلي على اخضر. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. لما تطالعونه بالطبيعة تحفة تحفة، يعني ما اقدر اوصف لكم قدين ما شاء الله لونه يجنن. طبعا لما جاي يحطوا عليه قال لي شوفي هو لسه صغير عمره ما ادري كم عمره، اتوقع سنتين او شيء، ولسه قاعد يتعلم. ما ادري هو اي واحد سنتين، هو ابيض ولا ثاني. زبده الموضوع انه كان لي لسه صغير وقاعد يتعلم. فاذا يعني ضغط عليك من رقبتك شوي انه عادي لا تخافين. طبعا خرشني هو لما قال لي كذا، فلما حطه علي ابد يعني مش هو مره كان حتى ما تحرك ولا سوى شيء، على طول حط راسه هنا طول التصوير بس كذا حط راسه وقاعد، يعني حتى ما تحرك ما سوى شيء. بس انه قلت له انه ما تحرك يعني ما سوى شيء، ما ضغط علي ولا شيء، قال شكله حبك. زين. طبعا في معلومه عرفتها امس من هذا اللي ربي التعبين، يقول انه هو انه يعني انت تقدر تتحكم بحجم الافعى، يعني بحجم الحيه التعبان المغرب. المهم انه لما تحطوها بصندوق صغير حطوها صغيرة ما راح تكبر. لما تحطوها بمكان صندوق كبير ولا بغرفة كبيرة راح تظل تكبر ما حتوقف، عرفتوا؟ فعشان كذا نفس البيضة، الافعى البيضة كلهم نفس العمر، واحدة منهم قصيرة واحدة منهم هذا طولها، عرفتوا؟ فاول مرة اعرف المعلومة. قلت له شلون تتحكم بحجمها؟ يقول لا على حسب المكان اللي تحطيها تنمو، على حسب المكان اللي فيه، عرفتوا؟ فيعني هذه من المعلومات اللي استفدت منها امس. وين الخطر بالموضوع؟ ما فيها سم، يعني حتى في النفدر لا سمح الله اسوء الاحتمالات عضتني بتعضني وانتهى الموضوع، يعني ما احسن مني، عرفتوا؟ ولو عصرتني بيجون يسحبون امها ويفكوني. يعني شوفوا صاحب التعبين ما راح يجيبهم اذا هم مضمون تمرين، لانه لو سوى اي شيء ممكن يصير اي شيء يضر الموجودين ياكل تبل. طاري التعبين ترى مو اول مره اشيلها مني، كل ما اركب شوي وانا شوي، لانه حتى انا ترى مليت انه طول الوقت نفس الستايل.
وانا قالوا لي بنعطيك ملايين الدنيا وتصورين مع اي نوع من انواع الحربايات ولا زي كذا الاشياء. مستحيل مستحيل لو ينتفوني تنتيف، لو يعطوني ايش، لو يحطون لي القمر بيد والشمس بيد، ما راح. وانا احاول اصرخ واصرخ، وكان سريع واصرخ، وقفت برجلي واصرخ واحاول اخرها، قمت وانا اصرخ. فيعني لا لا، نقطه ضعفي هذه هذه شو اسمها ليزرد، هو برص على سحليه، على اي نوع من انواع، اي شيء كبير ولا صغير كلهم بالنسبه لي برص. اتصور معهم يعني هذه نقطه ضعفي اصلا. اليوم حلمه في وحده نهج نطت علي بنت الذين نطت على رجلي. من اللحظات اللي خوفتني لما قاعد يحرك لونه اصفر، لما قاعد يحرك وجهه حول وجهي، راسه كذا حول وجهي، واشوف لسانه فكذا حسيت بلسانه كذا لما شفت ولسانه بارد. بس انت سمعت الزبده. خلينا من موضوع ثعبين وخلينا نركز باللي بتكلم لكم عنه الحين. طبعا تعرفون قديش اموت ذا جيفنج موفمنت. الخبر الجديد ان ذا جيفنج موفمنت صار عندهم فكر، خليني اشرح لكم كيف. عندهم لاين شوزات، صنادل اسمها 50 ميد، الصنادل كلها من مواد حيوية. تخيلوا صنادل صانعينها من قصب. I am not who I was a year ago. I'm realizing how dope that is. Thinking about who says who does she think she is. I am not who I was a year ago.